مشينا اكثر من هكا في العقوبات البديله بالنسبه لما يخص الكبار. قلنا اذا عوقب بجريمه اقل من سنتين يمكن مقابل ان يدخل السجن ان يؤدي ثمنها الى الدوله، ماشي يشري الايام ديالو، بين قلنا بين 100 و 2000 درهم اليوم يؤديها لفائده الدوله ولا يدخل السجن. العقوبات البديله تهم اكثر الطفل والحدث، وتهم ذاك الشخص الذي لم يكن يتجاوز سنه اكثر من سن معينه حفاظا عليه. كذلك مثلا منعنا إيداع الطفل 15 سنة بالسجن، وقلنا أنه يمشي يدير بعض الأشغال العامة حتى باش ما يدخلش للسجن. قلنا كذلك أنه القاضي ألزمنا أنه لا يمكنه أن يودع شخصا في السجن، وإذا أراد وديعه لأنك تكون شي جرائم خارقة إذا يجب أن يعلل لماذا ويصدر حكما في الموضوع حتى نحافظ على الطفل حتى يدخل السجن. وحددنا الأعمال التي يقوم بها الأطفال اللي ارتكبوا بعض التصرفات بين 40 و 600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع. اشترطنا كذلك المحكمة كأحد أدنى في ارتكاب الجريمة، قلنا أنه ساعتان من العمل مقابل كل يوم المدة عقوبة حبسية، إلى عنده مدة عقوبة حبسية نحولها ليه إلى ساعة من ساعة العمل باش ما يمشيش للسجن. قلنا كذلك أن الطفل يمشي للاشتغال لما هو دون 15 سنة